السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا هالطب، سبحان الله، حصل واحد من الشباب في بيته في الحطب. لاحظوا رجليه، عنده الأصبعين، واحد من الأربعة، والإبهام تقطعت. وعنده اثنين من اظافره. خليني اوريكم شو مش 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 وعنده اثنين من اظافر يده، او واحد هذا الاظفر ما هو فيه، وهذه الاصابع متقطعه. الله أعلم وش قطعه، هل هو الحطب اللي كان تحته داخل مبهوشات. الرجال يقول حتى ما أدري وشلون جاء عندي في الحطب في البيت. سبحان الله.